السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشني. انا النهاردة معايا ممبار هحشيه، اللي كنت غسلاه قدامكم فهحشيه. ادي اهو الممبار اهو، وادي جاهزة الطماطم والحباش والبصل كله مجهزة، وادي الفلفلاية خضرة مقطعها والتومة وملح وكمون وجنزبيل وقرفة وفلفل اسود، ومعايا الرز طبعا غسلاه هحطه على الطماطم اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. الطماطم واحط عليه البصل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو، كله غسلاه كله غسلاه ومجهزاه. بسم الله نسمي بالله كده. وادي الحباش يا حبايب قلبي اهو، وادي الشطه والكمون والفلفل والحاجات اللي انا مجهزها، واقوم مقلبه في بعضه كده يا حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هجيب طبعا فص ليمون من التلاجة وهحط عليه، طبعا انا حطيت لها فص ليمون اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقلبها تاني يا حبايب قلبي عشان الليمون زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله ريحتها تحفة تحفة. وانا هحشي اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، خليني بحشي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا محمد. لازم ما يتمليش، عشان ايه؟ ما يفرقعش في السوى، ما يتمليش على الاخر، لازم تسيبوله كده نص حشوه. ايوه كده حلو قوي كده. نص حشوة كده بس كده، ايه كده تمام. طبعا انا خلصت الممبار اهو حشو، بسم الله ما شاء الله خلص بقى مية مية زي الفل اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا مولعة على المية اهي، حاطة لها طماطم بسم الله ما شاء الله وفلفل وملح، وحاطة لها قرن شطة اهو فلفل اخضر. طبعا هحط انا الممبار بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. الميه غليت زي ما انتوا شايفين كده اهو، حطيت شله فلفل وملح وقرن فلفل اخضر شطه، يدي ريحه وطعم وفيتامين سي حلو قوي. بس كده ايه، هغطي عليها، هجيب الغطا واغطيها يا حبايب قلبي. راجع لكم. ادي الممبار بتاعنا استوى يا حبايب قلبي اهو، هطلع واحده واشوفها اهو. ادي الممبار بتاعنا استوى اهو، هطلع ادوقه. الله طعمه جميل، استوى بقى تحفه بسم الله ما شاء الله. ولعت على المقلايه والزيت زي ما انتوا شايفين كده، هحمره وخلاص. بسمي بالله كده واحط بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين كده يا حبيب قلبي زي ما انتوا شايفين اهو. ادي الممبار بتاعنا اتحمر وبقى فل مية مية زي الفل اهو. بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة، وريحته الجنة. بسم الله ما شاء الله. انا بشكر اي حد بيتفرج على الفيديو بتاعي جدا 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 من بعد ربنا طبعا،
يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش الجرس وما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.